تي تنهارك فاشل ومش في فورما، تابعني نشوفه مع بعضنا حكاية التعب في شهر رمضان. حسب التقريب نصومه في 15 ساعة في النهار، وأغلبنا تحلاله السهرية بعد شقان الفطر، وأبليجي عليه يقوم يخدم 8 متاع الصباح ولا حتى قبل، وبالطبيعة يصبح ناقص نوم. ما نحكيوش عاد على ستريس وجعة الراس والقلق، هذا الكل ناتج عن ارتفاع هرمون الكورتيزول في البدن، ونقص الكافيين زادة اللي يعمل وجعة الراس، والكلنا نعرف التونسي والحشيشة متاع القهوة سيرتو في رمضان. مالا باش ترتاح من هذا الكل، لازمك تركز على الماكلة اللي فيها نسبة مرتفعة من المياه وفيها نسبة منخفضة من أملاح اللي باش تعاونك على العطش في وسط النهار. ناخذ مثال البسيسة اللي فيها نسبة مرتفعة من الألياف وكونتيتي مهمة متاع بروتين اللي باش تعطينا الإحساس بالشبع على طول النهار. فيها زادة نسبة مهمة من السكريات بطيئة الامتصاص اللي مدة الهضم متاعها تدوم على ساعات طويلة، وهكاكا ما نحسوش بالجوع وقت الصيام. مهم برشا زادة باش نقول لكم اللي هي تقوي في جهاز المناعة اللي بتبيعته باش يحمينا من برشا أمراض. ما لكتبولي في كومنتير شنو قاعدين تتصحوا.